صباح الخير. حابب أحكي شوي عن تجربتي خلال فترة الحجر الصحي بالصين، اللي هي كانت صعبة وسهلة وحلوة. الحقيقة بداية الحجر هي بغرفة أوتيل فيها شباك وكل المتطلبات، بس الباب مسكر ما بينفتح غير وقت بيجي الأكل. أول يوم كان صعب، بعدين فكرت أنه لا، ما لازم يكون صعب ولازم أستفيد من الوقت اللي أنا فيه، لأنه أنا شخص متعود أنزل على شغلي، عندي علاقات كبيرة داخل الصين وخارج الصين، زباين، عملاء، موردين، أصحاب، مسافر كتير. فجأة انأسرت ولمدة 21 يوم ما لهم سهلين. فلقيت انسب طريقه اني انا اتغلب على الوقت انه انا اتعلم. ففتحت جوجل، يوتيوب، فيسبوك، وبلشت ادور على شيء انا ناقصني اتعلمه. بالاضافه شفت كتير فيديوهات عن رجال اعمال ناجحين كيف بلشوا ولوين وصلوا، اخذت كتير افكار منهم ان شاء الله حاستفيد منها بالمستقبل. شفت كتير عن البزنس تبعي اللي هو بالإنارة، كمان استفدت منه كتير أفكار حلوة، شيء له علاقة بالمبيعات، شيء له علاقة بالصناعة. الحقيقة أفكار يعني لا تعد ولا تحصى، ولسه إذا الواحد يقعد أكثر كمان ممكن يشوف أكثر. فاستغليت الوقت هيك، حبيت إني أشارككم هالقصة هاي بحيث إنه أنتوا قاعدين بالبيت هلا وقعدة ما لها سهلة أكيد، بس خلينا نطلع على نص الكاس المليان، ما نطلع على الفاضي، نستفيد من وقتنا، نشوف هواياتنا. في هوايات كتير كانت كنا نحن صغار نطمح نعملها أو نفكر بنحب نعملها، ما كان عنا الوقت، هلأ صار عنا الوقت، فخلينا نستثمر هالوقت هاد ونطلع بأفكار جديدة بحيث أنه الأزمة حتخلص إن شاء الله عاجلا أم آجلا، نكون طلعنا بشغلة جديدة، بأفكار جديدة، بعلاقات جديدة تفيدنا وتفيد اللي حوالينا. وبتمنى الكل يكون بخير وما يصيبون شر، وإن شاء الله الأيام اللي جاية أحلى. السلام عليكم.